قايش نهزاغ أرضية يرد جاغ تنقرند كي حدود ساعة ربعة و 22 دقيقة سنخرح حيودان بزاف ماشي هزاوها يمكن نروح تاع المستوى الزلزال يوقع جن تخوف خوار تبزيروت يوذن فغنا بارا أو رن يوقع شي حاجة نرتي وقي دقائقني الأولى مرقصة سنيني ولكن الحمد لله بعد ما نيني ونا ميسترجع مرقصة سنيني الوعي نس لأن غي توقع جن الحالي تأيت ودي التفكير جي اللحظة ني شنيا نجي جيت نغس الإمكانيات البسيطة كمنتخبين جماعيين كساكنين كمواطنين لان ما يجيش تما المنتخب وانا شي حاجه اي تما انا شني نجمع نغاري فاز جمعنا شني من وياش اني شي مبادره تيكو حين تيكو ضاضي في حدود الامكان نحاول نتفقد ربع الدوائر ما نخصص دينين ربع الاحياء الحمد لله ودوقع بوشي خسائر لا مادية لا قيل أروح بعد على مستوى المني وإيش وإن كان قموخ النظر وقعت شي حاجة خسائر خرج شي حاجة تنقرض ولكن وقع من جن عفاني توفى شو حاموش رحمة الله عليه مع كامل الأسف لا يسعنا إلا أن نحمد الله عز وجل على أن مضى الزلزال إلى غاية الساعة في ظروف أمينة دون تلقي أي خسائر سواء مادية أو معنوية كسكنة الحسيمة استشعرنا هذا الزلزال ونحن نتذكر مأساة 2004 نتذكر المعاناة نتذكر ما مضى على سكينة إقليم الحسيمة حينئذ استشعرنا زلزال اليوم في ظل تجاهل من طرف الدولة لهذه الضربة سواء على مستوى الإعلام الرسمي أو على مستوى تدخلها عن طريق الوقاية المدنية وعن طريق أجهزة مختلف تلاوين الدولة إلى غاية الساعة الأجواء مطمئنة إلى غاية الساعة ليس هناك أي فزع إلى غاية الساعة الأجواء يعني في ظروف تمر في ظروف عادية ونسأل الله عز وجل أن تمر باقي اللحظات على هذه الحالة تسمى مهرج الزلزال هذه جاي كافلة ولكن بالطريقة نزيد نسجل مفاجأة لا أمريكا تصل وجرة صنعات تسمى نبي كان في كوشيا غارة ولكن تسمى التمزيج الحاج المسؤولين ولا جمعية تحرك على المسؤولين على مستوى الوطن ولا جمعية تحرك بينا كل شيء هنا ولا الصحافة لا المحلية ركز سوى نفعل تسمي هنا صناعة الكرة الزغارة شنا غارة ولا جمعية الحاج تنا يوهان بقول لي حد الان وطوق عندي قاعدة مجموعة من الزغل الفضادية يوهان لي حد الان تسمى الوقش توجي تعاود وزمع من المضي حاجة تسمي زيلان ورديج هذا تسمى من زيت سنة الهرب تسيز دا الفايرو عبو باش تحان تسمى من ستشي رهني دوران دا ذاكرة تسمى دا زيت لان الفايرو عبو عبو لان تسمى زيت رهنو عبو كده جوش دسا طام قرام في المنطقة يرى الحسيمة ونس السنة روح عشرين تسمى زيت زال مني على قاعد زي روح من زيت الفايرو عبو دونك روح عن تسمى لس نعني خسالي يجن لجنة بعد الياقة على الأقل تابع شوية المساعة ما لا يستمر ما لا يفي حد ما لا يستمر ما لا يخس شنو هذا كساكينة أنا ما يتحرك المسلمين وها زيد زاق نسيت ما المسلمين زيد زاق الظهر وشي شي حاجة ما باختصار تما ما ينزوه من هنا يخص الساكنة شي بعد نتحرك نمشي نلي جان اللي يقع على مستوى الأحياء تما تدري شي حاجة تصبح شي حاجة شي مساعدة شي لينات يبدا الكور شي قن المهم بني بوعياش كبني بوعياش اختك اليقظه يجي نطرموني مغاي وذان المهم اختك اليقظه كلشي نهارا نتمنى على المسائل كلشي بخير ودير شي حاجه بغا ان شاء الله ومن الزمات من ديك غاين المهم نمشي ملي نقع الصراحه النخرع وتيف من غادي تقمزكا وني غوم يلاه دني صافي بنا بيت كداني ناس وتيف من غاياك زي سنين صرا بار انا فيه نقع فون دبار زي سنين قاعد روح نفاق ونزيد جيرت اش مصنا ما نطشي تعقل مدو ديهم بشكل عادي اش مصر نايد في المهم اقي من فاق مالا نشمس في الليس في عدة سفيا ونين توا نزيد النطا يا بعاو نين وعشين نزغان غزمواس الصراحة سيب زانغ ولكن أمين بطون تفاجأ الصراحة صلغية بالإعلام حيث أنه الصراحة يعني مخدش متمنى تخزا قلت الفازان تخزا من دقين قرخبة وشنشي الأهمية الأحدثة هنا غياب الإسعافات غياب الوقاية المدنية يعني أمش شغل عادي كيعدام عليهم أنه يقصد السلطة وزيادة قصوا الله برشتر